بسم الله وعلى بركة الله، نجدد التحية مشاهدينا الكرام مع انطلاقة شوط القعدان المهجنات الأصايل، متمنين التوفيق والسداد والنجاح للجميع. شوط القعدان الثنايا المهجنات الأصايل، ثلاثة أشواط انتهت، مسيرة أشواطنا متواصلة في جوهرة الميادين ميدان نساد. نسير وياكم إلى مقدمة الشوط. مشاهدينا الكرام، نسير وياكم الى المقدمه ونتابع اللي قاد المسيره وخذ المركز الاول. مشاهدينا الكرام، ها هو امامكم ناصي حمد بن ناصر النعيمي، من اعلن انطلاقه ناصي على المركز الاول. اما في المركز الثاني اللي بدا يغير الميازين وينطلق الى مقدمه الشوط، اسم الشبابي العوض بن مهدي الحبابي، نقله الى المركز الثاني. ناصي اصبح في المركز الثاني، محمد بن ناصر النعيمي موقع المركز الثاني. اذا وصلنا للمركز الثالث نجد اشقر سيف بن سعيد بالكيل العامري، وفي المركز الرابع، المركز الرابع يلي وصل في هذه اللحظات الحصيني وتولى هذا شاهين علي سالم بن علي بن وديمه العامري، انطلق الى المركز الرابع في هذه اللحظات وغير على الثاني، غير على الثاني. الثالث لسيف بن سعيد بالكيل العامري، وصل الطويل، وصل الطويل حمد بن محمد بالشرقي العامري، وصل الطويل وانطلق الى المركز الثالث في هذه اللحظات. اما في المركز الرابع اشقر سيف بن سعيد بالكيله العامري. اذا وصلنا للمركز الخامس نجد في المركز الخامس الحمد بن ناصر النعيمي، واسمه ناصي، اسمه ناصي موقع المركز الخامس. شوفوا من اللي واصل على المركز السادس، المركز السادس الحصيني خليفه بن سالم بن علي المنصوري، وصل الحصيني وانطلق الى المركز السادس في هذه اللحظات. هكذا الندى للسته، هكذا الندى للستة المراكز الأولى من القعدان الثنايا المهجنات الأصايل، كاملة مكملة للستة الأسماء ذعناهن. ونعود بكم إلى مقدمة الشوط ونتابع اللي قايد المسيرة، الشبابي عوض بن مهدي الحبابي وبن وديمة يرفع راية الخطورة، يرفع راية الخطورة سالم بن علي بن وديمة العامري، هو شاهين باسم علي بن عامر بن سعيد لمشايخي، رافع راية الخطورة وموقع المركز الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثالث، المركز الثالث الطويل، الطويل رفع راية الخطورة، صاحب انجازات، صاحب عوايد، حمد بن محمد بالشرقي العامري يرفع راية الخطورة وينطلق الى المركز الثاني، عينه الى المقدمة الطويل، عينه الى مقدمة الشوط. وين الرابع؟ الرابع اللي قادم الحصيني، الحصيني خليفة بن سالم بن علي المنصوري. يا سلام، يقترب الحصيني مو بسيط، يبغي المركز الاول، يقترب شيئا فشيئا، حين ما نقترب من النهاية هو يقترب وينطلق إلى رابع المراكز. أما في المركز الخامس، المركز الخامس وصل أشقر، وصل أشقر، انتبهوا لأشقر، تابعوا أشقر في الأمتار الأخيرة، يكون له وراي آخر سيف بن سعيد بالكيلة العامري. ناصي، ناصي في المركز السادس، حمد بن ناصر النعيمي وصل بن كدش، وصل بن كدش، وصل حبيب محمد بن معيوف بن كدش العامري، تحرك حبيب، انطلق حبيب من مركز إلى مركز، عينه إلى الأفضلية، عينه إلى المقدمة. يا سلام يا سلام، بدأت الأسماء تغترب، بدأت الأسماء تغترب، بدأت تحرك. لكن بنعود إلى مقدمة الشوط، غير الطويل، غير الطويل، سيطر الطويل، حمد بن محمد بالشرقي العامري، بدل على المركز الأول الطويل، بدل على المركز الأول الطويل، سيطر إلى المركز الأول، الحمد بن محمد بالشرقي العامري، بدل القيادة وقاد المسيرة. راح الطويل، راح صاحب العوايد ما يرضى الا بال
المركز الأول. مسيرته حافلة وها هي عروضة لا زالت تتواصل على أرضية الميدان وينطلق للمركز الأول عند الكيلو المتر الأخير. قالهن باي باي هكذا الاندفاع ولا فلا. الطويل ينتزع المركز الأول انتزاعا مشرفا بدون أي منافس. الأخوان كل واحد حافظ له إلى مركزه لأنه الطويل يعرفونه مبسيط يسيطر للمركز الأول. حمد بن محمد بالشرق العامري عصاته مغروزة في ربطان يرقص على السماعة بدون أي تعليمات. ها هو الطويل صاحب عوايد وصاحب إنجازات. حمد بن محمد بالشرق العامري تهانينا له الناموس على فوز الطويل بالمركز الأول على هذا الإنجاز على هذا الانفراد. نبارك له على هذا الفوز والانتصار. بنكدش في المركز الثاني أيضا مع حبيب على المركز الثاني. لكن الطويل بدون أي أوامر يتابع بالشرقي ومستانس ما حرك عصاته. ها هو الطويل يقترب من الأمتار النهائية ويهدي الفوز والناموس. الحمد بن محمد بالشرقي العامري بنكدش يقترب. محمد بن معيوف بنكدش العامري. لكن الطويل الأقرب يا سلام هذا الطويل بدأ بالاستعراض في اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لحال حمد بن محمد بالشرقي العامري. نبارك له على فوز الطويل بالمركز الأول. الثاني حبيب محمد بن معيوف بن كدش. المركز الثالث مع مشايخي علي بن عامر بن سعيد المشايخي. وفي المركز الرابع الحمد بالقرين العامري. أما في المركز الخامس الحصيني مع المنصوري مع محمد بن مع أيضا الحصيني يمتلك خليفة بن سالم المنصوري. وبقية الأسماء مع اللجنة المنظمة لهذا الميدان. 26 ثانية يا سلام توقيت الطويل ما بسيط. 26 ثانية نفس توقيت الشوط الأول. تهانينا والناموس الحمد بن محمد بالشرقي العامري على هذا الفوز.